سأقدم نفسك برضه. مساء الخير، أنا اسمي إسلام أمين من الحزب المصري الديمقراطي دلوقتي. يعني ما تشرف بالدعوة الكريمة، بس أنا برضه هرجع نقطة 9 ونقطة 10 معلش. اتفضل. حضرتك لما بتقول ويكون القوات المسلحة، مين اللي بيكون مجلس الأعلى؟ مين اللي بيكون المجلس ده؟ اثنين، والتجنيد الإجباري وينظم القانون التعبئة العامة كما ينظم القانون القضاء العسكري ويحدد اختصاصاته. القانون العسكري، يعني هل القضاء العسكري برضه هيحدد اختصاصاته تاني ولا دي السؤال؟ السؤال في نمرة 10 برضه، كما يختص النظر بنود ميزانية القوات المسلحة. لا سؤال هنا في الأول، ينشأ مجلس يسمى مجلس الدفاع، مين اللي بينشئه؟ يعني ينشأ مبني المبني؟ مين اللي يعني معلش لا يعني الدستور ما هو مش موجود. مين اللي يشكله يعني؟ مين اللي يشكله؟ لا بيطلع مبني، ما هو مبني للمجهول هنا. لا هنا ينشأ، لا ينشأ، ينشأ يعني في صيغه، في صيغه في الصيغه الدستوريه هيبقى مبني للمجهول، لكن انت لما بتيجي بتشكله ينشأ مجلس يسمى مجلس الدفاع والامن القومي ويتولى رئيس الجمهوريه رئاسته، يختص بالنظر في الشؤون الخاصه بوسائل التامين البلاد، وكما يختص طبعا موضوع البنوك وليه ما اتخطتش التفصيليه، وارجو ان هو يتم الاهتمام بده، لان حرف الدال معلش حرف الدال لمدد اخرى بتاعت السادات لبستنا حسني مبارك 30 سنه. حرف اللام مش الدال، لا لمدد لمدتين. فحرف الدال ده لبسنا حسني مبارك 30 سنه، فلما التفصيليه معلش نراعي الناس العرب يعني. حاضر معانا يعني. طيب اخر حاجه، البند العاشر، ينشأ على أن يتم إدراك ويحدد القانون تشكيل المجلس الدفاع والأمن الوطني واختصاصاته. طيب الفكرة القانون هيصدره مجلس الشعب، مجلس الشعب هو اللي حدد تشكيله واختصاصاته، مجلس الشعب مش المجلس العسكري. لا مجلس الشعب مفيش حد بيصدر قوانين غير مجلس الشعب. كويس، لأن احنا هنوصل بقى للنقطة بتاعة المعايير. كويس، إذا تضمن المجلسين في معايير تشكيل الجمعية التأسيسية. حضرتك معاك الورقة؟ اتفضل. إذا تضمن مشروع الدستور الذي عقد في الجمعية التأسيسية نصاً أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصري والحقوق والحريات التي استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة بما فيها الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والإعلانات الدستورية التالية له، الإعلانات الدستورية التالية لا يتم الاستفتاء عليها. ولا الإعلان الدستوري. ولا الإعلان الدستوري، دي مشكلة كبيرة. لا مش مشكلة، هو إعلان دستوري مش دستور. الفكرة إنه لم يتم استفتاء الناس عليه. يطلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية أو مجلس الشعب من الجمعيات التأسيسية إعادة نظر. بأي سلطة يعيد النظر؟ بسلطة النصوص. أيوه يعني هل يعني هو سلطته هتبقى أعلى من سلطة مجلس الشعب؟ لا ده حاجة مرتبطة بالمرحلة الانتقالية مش أيوة. نص دائم. طيب ده هنا عندنا مجلس شعب هيبقى ممثل الشعب. كويس؟ تمام. إزاي؟ يعني إحنا عندنا في الدساتير كلها في الدول كلها يا إما المحكمة الدستورية يا إما القضاء المدني هو أعلى سلطة للبلاد. طب ما أنت طب ما أنت كمل المادة. ماشي. من ايه قضاء المدني اللي شغال في العمليه؟ لا اي قضاء بيبقى اعلى سلطه في اي المحكمه العليا او المحكمه الدستوريه مش لا مش القضاء العسكري بس عشان القضاء العسكري هنا ملهاش دعوه بالقضاء العسكري فين ايه اللي جابها؟ تحط المجلس الاعلى للقوات المسلحه ما حدش انتخبه يعني احنا بنتكلم احنا بنتكلم ده اعاده نظر في هذه النصوص خلال مده اقصى 15 يوم إذا لم توافق الجمعية كان للمجلس أن يعرض الأمر على المحكمة الدستورية على أن تصدر المحكمة. بأي صفة برضه المجلس العسكري من حقه إعادة نظر قرارات من ناس منتخبين؟ بما له من سؤال. يا سيدي أولاً ما بيعيدش نظر في قرارات ناس منتخبين، دي الجمعية التأسيسية. إن جاءت الجمعية التأسيسية بمبادئ تتناقض والمقومات الأساسية للدولة المصرية. يحق يا إما لمجلس الشعب يا إما للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات ممثلة. هو النهارده المجلس الأعلى للقوات المسلحة وظيفته إيه؟ هو في نفس الوقت المشرع والسلطة التنفيذية. بالظبط، المشرع ورئيس الجمهورية ورئيس الدولة.
مشرع ورئيس الدولة. لما مجلس الشعب ينتخب تنتقل السلطة التشريعية من المجلس العسكري إلى مجلس الشعب. سألنا في سلطة أعلى يعيد النظر فيها. يعني خلينا بس لما مجلس الشعب بينتخب بتنتقل السلطة التشريعية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى مجلس الشعب. ويظل المجلس الأعلى للقوات المسلحة يلعب دور أو يمثل رئيس الدولة. له سلطة رئيس الدولة. ورئيس الدولة في أي دستور هو اللي بيوقع على القوانين. ومن باب أولى له سلطة الاعتراض على الدستور. فهنا بيقول لك لو في حاجة مخالفة لمقاومات الدولة المصرية، يعني لو قال لك بكرة الصبح مصر دولة فيدرالية، عشان كده في المادة الأولى حطينا موحدة، افرض بكرة الصبح قال لك مصر دي دولة فيدرالية، هنقسمها إلى ولايات ونعملها دولة فيدرالية. هذا بقى من حق مجلس الشعب اللي هو قطع لا عشان يعني لو المحافظة اصلح لا. لو ان انا قلت ان في انتخابات للمحافظين مثلا ان يبقى في لجنة مركزية في نظام الدين دي لجنة مركزية ما اصل يعني يا جماعه مش ممكن نتناقش على مبادئ اساسية. لما في فرق ما بين اللجنة المركزية والدولة الفيدرالية. الدولة الفيدرالية زي المانيا زي المانيا زي امريكا زي سويسرا. ايه المشكله مع المانيا؟ احنا خدنا 50% 50% المشكله بتاعت الشعب بتاعتها بتاعت القاعده والفرد. المشكله انه مصر بقى لها 6000 سنه او 7000 سنه من يوم ما مينا وحدها مينا واحد ده دوله مركزيه. فعاوز انت تفكها يعني لا انا ما قلتش فكها، انا قلت النظام الفدرالي مش شرط ان هو يفكها. مع المانيا انت خدت نظام القوائم بتاع قوائم الفرد وانت اخر حاجه بس عشان ادي فرصه للناس في مجلس الشعب مثلا في قانون القوائم في قوائم فردي قوائم قايمه 50% 50% في المانيا الدستور الالماني كده وفي برضه الماده او 15% فيدراليه. وايه المشكله لما مجلس الشعب المنتخب يختار حاجه؟ لا بص هقول لك حاجه، مفيش مشكله مفيش مشكله بس في حاجه طب هنا اللي هيفصل في ده هو السلطة العليا اللي انت طالبت بيها اللي هي المحكمة الدستورية العليا ورأيها ملزم للكافة. وده برضو ده كل ده مطروح للنقاش. يعني هو احنا بنسمع ما بنقولش ان ده حاجة ملزمة لحد، هو حوار بيننا عشان نوصل. اتفضل. في اخر 15 سنة اتفضل. وثيقة بالأهمية دي يجب طرحها للاستفتاء زي الاستفتاء القديم. ما ينفعش انه احزاب حتى ما بتمسكش اعضاءها، ما فيش انتخابات داخليه جوه معظم الاحزاب اللي انتوا قعدتوا معاها حتى ما تتمثلش غير نفسها ولا ائتلافات ولا اي حاجه. وثيقه بالاهميه دي لازم تطرح الاستفتاء كويس. دي نمره واحد. نمره اتنين تبقى بند ما ينفعش حصل فينا في الاستفتاء علشان فعلا شغلنا للدين ومش الدين ومش عارف. فده اللي انا بقول ماده من الاهم الوثيقه دي استفتاء شعبي وبند وثيقه. شكرا. احنا قلنا ان احنا دوله مؤسسات ماشي. فاحنا كدوله مؤسسيه المفروض ان يطبق على القوات المسلحه يطبق على كل المؤسسات في مصر. اشمعنى القوات المسلحه بالذات اللي هي تنفرد ان هي تضع الميزانيه بتاعتها؟ طب ما هو كلمه ما الشرطه تقول انا عايز اضع الميزانيه بتاعتي وكل وزارات في مصر وزاره الاقتصاد السياحه اضع الميزانيه بتاعتي. على فكره كل وزاره واحيانا كل وحدة إدارية داخل الوزارة بتقدم تصور بميزانيتها وبتناقشه في مجلس وبتناقشه في وزارة المالية. يعني كل وحدة بتحط ميزانيتها فعلا. هو ما يتعلق بالقوات المسلحة الاستثناء الوحيد اللي مطروح، لأن الميزانية مرتبطة بالأمن القومي، إن أنت بتخلي المناقشة العامة اللي مفتوحة لكل الناس خاصة برقم إجمالي والتفاصيل بتناقش داخل. دي الفكرة المطروحة. بس أنا بقول ينطبق على وزارة العدل والقضاء وينطبق على مجلس الشعب. بالنسبة طبعا في بند 19 برضو بالنسبة برضو لحتة الحق بالنسبة لحق العمل المفروض بتعمل دور على توفير فرص عمل لكل مواطن مشروط على كده دون تميز وتبتزل بوضع حد أدنى للظهور داخل الإطار. دلوقتي متى توفرت فيه الشروط؟ يعني انا وصل كده النهارده لو واحد حتى امي مش توفر فيه اي شروط مش محدده شروط ايه شروط مثلا العمل المقدم ليه. دي نقطه. نقطه ثانيه يعني ما فيش مثلا فتره محدده. يعني مثلا النهارده انا اتخرجت مثلا بقالي سنه او سنتين ماشي
افضل مثلا 10 سنين لحد ما الدوله توفر لي فرصه عمل، المفروض ان ما في تحديد حته ان انا مثلا كده اتخرج النهارده مثلا ما حد لا, لا 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 ده مبادئ دستوريه مش قانون عمل، وهي بيقول متى وتوفرت فيه شروط توليها. يعني ان المبادئ الدستوريه بتحط فكره ان الدوله ملتزمه بالعمل على توفير فرص للتوظف للعاملين، مش بنظام القوى العامله السابق. لا، ان انت بتقول ان انا بخلق فرص عمل للعاملين وان بحقق فيها المساواه والشفافيه. ما قدرتش اوفر، هتعمل ايه انت كدوله؟ هتعمل ايه دلوقتي انزلت نفسك ان انت توفر لي فرصه عمل؟ ما قدرتش اوفر، يبقى ما ينفعش. يبقى تنتخب حزب، يبقى في الانتخابات اللي بعدها تنتخب حزب اخر او ائتلاف اخر. انا بتكلم على موضوع الدوله كدوله، ماشي، مالناش دعوه بالاحزاب دلوقتي، بنتكلم على الدوله. انت ما احناش دوله حزبيه. لا، ازاي بقى مش دوله حزبيه؟ مش بتكلم، انا مش بتكلم احنا دوله يعني منظومه، انا بتكلم على الدستور موضوع، ماشي، احنا وافقنا عليه كلنا كاحزاب وكمواطنين وافقنا على حزب. احنا بنتكلم على التطبيق، مش هيجي حزب النهارده حزب ثاني اخر هيقوم مغير ويقول انا هعمل كذا ومش هعمل كذا، دي ده اللي بنتكلم فيه. بالنسبه برضو في البند 12 اللي هي تكفل الدوله حريه العقيده وتضمن حريه ممارسه العبادات والشعائر الدينيه وتحمي دور العباده. ما اتذكرش برضه وانشاء دور العباده. حته انشاء دور العباده اللي اصلا يعني برضه في نوع من المشاكل كتير يعني. انشاء دور العباده مش بس حريه العباده، ممكن يبقى الناس كلها يعني مكفول لها حريه العباده. يعني ممكن مثلا في الشارع اصلي، لكن حته انشاء دور العباده دي برضه يعني لابد ان هي برضه يعني انت عاوز الدوله هي اللي تقوم بانشاء دور العباده؟ لا يا فندم، مش بتكلم عن الدوله تنشا دور العباده، انا بتكلم يعني ضوابط تكفل حريه انشاء دور العباده. بس بنتكلم فيها فعلا عشان ما يحصلش المشاكل اللي احنا وقعنا فيها كثيرا يعني. شكرا. هو احنا ما فيش حد جاي غير من الحزب الديمقراطي الاجتماعي؟ عندي في الصف الاول بس. بخصوص المعايير البند الثاني، اذا تضمن مشروع دستور الذي عقدته الجمعيات الاساسيه نصا او اكثر يتعارض مع المقاومات الاساسيه للدوله والمجتمع المصري والحقوق والحريات العامه التي استقرت عليها الدساتير المصريه المتعاقبه. احنا شايفين يعني او رايي الشخصي يعني ان احنا المفروض نشيد بما فيها الاعلان الدستوري. انا ما ينفعش باعتباره مش مسلم يعني اقارن الاعلان الدستوري الصادر من المجلس العسكري بالدساتير التاريخية للشعب المصري اللي هو توافق عليها عن طريق استفتاءات شعبية. تمام. شكرا. أنا هرجع برضه نفس النقطة اللي قالها مصطفى. أنا عندي تساؤل. دلوقتي بيقول هو لو المادة المواد اللي طلعت منافية أو مغالطة مع المواد اللي في التسجيل اللي قبل كده. أه. هيرجعوا للمحكمة الدستورية العليا. دلوقتي مثلا لو اللجنة أقرت إنهم مش عايزين 50 عمال و50 فلاحين. وده إقرار شعبي. ايه المشكله في النقطه دي؟ مفيش مشكله. ما هو كده ممكن هيرجعوا للدستور العليا. لا، احنا بنتكلم عن المبادئ الاساسيه اللي هي موجوده هنا، اللي هي الدوله المدنيه، اللي هي حريه العقيده، اللي هي حريه التعبير، اللي هي الحقوق الاساسيه اللي معترف بيها، اللي هي حقوق الانسان. انما الحاجات التمييزيه المؤقته يعني ده يعني حكايه ال 50% دي بتدخل تحت ما يسمى بالتمييز الايجابي. ان انت في لحظة معينة رأت الدولة او المجتمع انه تم حرمان طبقات اجتماعية من حقوقها لسنوات طويلة فبيديها تمييز ايجابي، استطال هذا التمييز الايجابي لسنوات طويلة. انت لما تلغي ده مش الغاء لمبدأ اساسي. بس هل هنا محتاجين احنا نوضح الحتة دي، نحط فقرة زيادة نوضح ان في حاجات ممكن يتوافق عليها وفي حاجات طبعا ممكن ممكن طبعا اي عليه كده ممكن ياخد جمله مفهوم اصلا بس كده هيبص يقول لك لا الحته دي كلها متغيره لا لا طب نروح للمدرسه دلوقتي مبادئ دستوريه معروفه يعني اسال اي فقيه دستوري هيقول لك ما هي مبادئ دستوريه ما هي مبادئ دستوريه يعني انت الدستور 71 كان بالقاطع دستور للديمقراطيه بالقاطع لا يفصل بين السلطات بالقاطع لا يتيح لك في حقوق كثيره جدا مسلوبه منك فما تقوليش ان دي مبادئ انما المبادئ هي مبادئ حقوق الانسان مبادئ الفصل ما بين السلطات مبادئ المساواه بين المواطنين جميعا مبادئ الدوله المدنيه مبادئ دي اللي لازم نتمسك بيها. بالنسبه للنقطه الثالثه اذا لم تنتهي
تنتهي الجامعات الأساسية من إعداد مشروع دستور خلال 6 أشهر المنصوص عليها في العام الدستوري لأي سبب من الأسباب، يكون المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقا للمعايير المتفق عليها لإعداد مشروع دستور خلال 3 أشهر. هو احنا بنستغرب يعني، هو كان الأول زمان أول ما جه على السلطة بيقول لا 3 أشهر إيه مش هينفع ده محتاجين وقت كبير أوي، دلوقتي بيقول لا هو ممكن يخلصها في 3 أشهر. دي الأرجح، هذه المادة مادة 3 دي الأرجح هتتشال، في كأنها بتفتح الباب للمماطلة يعني، فالأرجح دي هتتشال وفي يعني في احتراز كبير عليها. بالنسبة للسؤال الأخير، دلوقتي لو الدستور اتعمل واتعمل استفتاء عليه استفتاء عليه لو قال اه مفيش حاجة في مشكلة، بالنسبة قال لا ايه الخطة؟ مش عايزين نخش في يعني في مرحله نخش لها مش عارفين ايه لا لو الدستور اترفض شعبيا لازم لازم تعيد من اول وجديد كل الاجراءات، علشان بس هي طبعا احتمال ان توصل لدستور يترفض في استفتاء ده احتمال صعب قوي. ما هو احتمال صعب جدا بس وارد في الحاله دي، في الحاله دي 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 فكره برضو، دي فكره برضو محتاج نظر فيها فعلا، بس هي طبعا في الحاله دي انت بترجع لاجراءاتك من الاول ب يعني بتشكيل جمعيه تاسيسيه جديده او بانتخابات برلمانيه جديده، حتى لان البرلمان يعني محتاجه تفكير ومحتاجه مناقشه طبعا، هي فكره مهمه محتاجه مناقشه طبعًا. طبعا لا ما انا قصدي محتاجه تفكير ومناقشه من دلوقتي طبعا، طبعا دي فكره تستحق المناقشه. شكرا. طيب الصف اللي بعده في حد بيرغب في الكلام؟ الصف اللي وراه، اللي وراه كان في حد رأى؟ اتفضل. احمد كامل الحمد لله ما حمدين سواء. انا سريعا يعني علشان الوقت ما اعترفوش اعتراضي على المادة الثالثة، قلت احتمال تتلقي ما تكلمش. طيب اوكي المعي. من حيث المبدأ الوثيقة يعني متفق يعني انه اوكي مفيد يعني. انا بس شايف انه في المادة 9 و10 انا شايف ان البرلمان المنتخب مفروض ان هو يكون دوره هو مناقشة موازنة القوات المسلحة بالكيفية اللي تضمن السرية والحفاظ على اسرار المؤسسة العسكرية. يعني لجنة امن، لجنة حياة، المجلس كله ايا كان الكيفية اللي تضمن السرية، لكن مجلس الشعب هو اللي يناقشها كاملة، مش القوات المسلحة هي اللي تطلبها بشكل يعني تبقى للتشاور. تشريعات القوات المسلحة رأيي ان هي جزء اصيل من عمل البرلمان مش من عمل القوات المسلحة. ما فيش مانع من عرضها على المجلس القوات المسلحة، المجلس الأعلى للقوات المسلحة من باب التشاور، لكن مش من باب الحق في الإقرار، في إقرار القانون. ما هو أخذ الرأي دي مش عارفين أخذ الرأي، ولو هم اعترضوا لو قالوا لا يبقى ايوه القرار هيبقى في النهايه للبرلمان ولا للمجلس الاعلى؟ وهو ده على فكره حاجه موجوده بالنسبه لكل الهيئات، بمعنى ما يعني لو انا في وزاره الثقافه في وزاره التعليم بطلع تشريع ما بيخرج من عندي، يعني بيبقى رايي انا فيه هو الاساسي، وبعدين مجلس الدوله بيصيغه من الناحيه القانونيه، وبعدين بيعرض على البرلمان باعتباره سلطة التشريع لإصداره ومناقشته ممكن يقبله أو لا يقبله. فهي بس في التشريعات اللي ليها وضع خاص بتاخد رأي الجهة بشكل واضح ومنصوص عليه. أنا بس اللي عايز أكد عليه فكرة إن يبقى في لجنة للأمن القومي في مجلس الشعب، ده المجلس المنتخب بتاعنا تمام، هي دي اللجنة اللي بالكيفية اللي تضمن السرية، هي دي اللجنة اللي بناقش ميزانية القوات المسلحة بكل بنودها زي ما حضرتك قلت. المادة 3 أنا يعني مش عايز أتكلم فيها، اللي هي في تشكيل الهيئة التأسيسية، عشان حضرتك بتوعد يعني أو يعني بتطرح إن هي هتتلغي. أنا بس اللي شايفه إن هو يعني لو في بديل غير الإلغاء، مش المجلس العسكري هو اللي يبقى له سلطة تشكيل لجنة، وليه ما تتسابش مثلا لرئيس المحكمة الدستورية العليا؟ طيب شكرا. بص معايير تشكيل الجمعيه التاسيسيه دي، هل المفهوم ان ال 80 عضو دول اللي هم ممثلين من جهات مختلفه هينتخبوا في النهايه من مجلس الشعب؟ اه مش كده؟ اه
سؤالي بس بترشيح من جهتهم يعني كل جهة بترشح ضعف العدد المطلوب والمجلس بيختار من الأسماء اللي مطروحة عليه. السؤال الثاني في مصير الوثيقة دي إذا تم التوافق عليها بعد كل التعديلات يعني مش مطروح إعلانها كإعلان دستوري يعني على الأقل المبادئ مش مطروح لأن هي ما هي المبادئ دي موجودة أغلبها في الإعلان الدستوري فهي وثيقة سياسية بين قوى سياسية بين قوى اجتماعية بتتوافق عليها يعني أقصد أنه مش مطروح اتخاذ إجراء من نوع إعلانة إعلان دستوري بحيث تبقى منزلة يعني دي وثيقة الغرض في النهاية منها توافق وده بقى إرشادية فقط مش كده؟ لأنه ده يحل جزء من الجدل اللي موجود يا إخوانا وروح الصورة دي يحل جزء من الجدل اللي موجود دلوقتي بالظبط كده أولا أنا شاكر بيكم موافقتكم على عقد اجتماع آخر نناقش فيه بقيه التحفظات او الاستفسارات الموجوده عندنا على الاداء بتاع المجلس العسكري في اداره المرحله الانتقاليه ده رقم واحد. رقم اثنين بلتمس منكم العذر لينا في تشككنا في بعض الاحيان ويمكن في كثير من الاحيان على صدق نوايا من يحكمه واعتقد ان ده حق اصيل لينا لان احنا يمكن بس عشان شباب وضحينا وقمنا بثوره فكنا منتظرين ما هو اكثر من طموحاتنا فاحنا لقينا اقل بكتير قوي مما كنا متخيلين ان يحدث ظهور ثورات على فكره كلنا ضحينا لا وكلنا منتظرين اكثر مما نحن فيه بكثير وكلنا محبطين الى حد ما انما يعني خلينا نؤازر بعض ونستمر في حماسنا وفي تطلعاتنا الى ما هو افضل صحيح. انا عاوز اقول لك حاجه كلنا في مركب واحد طبعا عشان بس من يعني ما تقولش احنا وانت وبتاع كلنا في مركب واحد ما هو وكلنا شعورنا واحد وكلنا تطلعاتنا وحماسنا واحد انا بس حابب اقول لحضرتك وجهه نظر الشباب شويه بيشوفوا ان شباب الثوره في ناحيه والحكومه والمجلس في ناحيه وشويه اخرين بيشوفوا ان الشباب والحكومه في ناحيه والمجلس في ناحيه واعتقد ان ده واصل لحضراتكم بطريقه او باخرى انا بس يمكن ما عنديش كلام زياده كتير بس لو رجعنا للنقطه الخامسه مثلا بيقولوا تختص الجمعيات العامه بالجمعيات القضائيه بنظر كل ما تطلب من شؤونها ويؤخذ رايها في مشروعات القانون المتعلقه بالاسقاط الاطلاق. طيب لو انا استنسخت هذه النقطه نقطه اخذ الراي ان هو في اعتقادي اخذ الراي غير ملزم وهو في يعني في الاساس استشاري. لو استنسخنا نقطه اخذ الراي في المشروعات الخاصه بالهيئات القضائيه بما يوازيها في ميزانيه القوات المسلحه وحلت المعضله. بمعنى لو احنا قلنا ان المجلس التشريعي المنتخب القادم سيقوم بوضع القوانين ووضع الميزانيات او مناقشه الميزانيات بشكل اوضح طب ما تخلينا نقول ببساطه شديده ان المجلس هيناقش ميزانيه القوات المسلحه او لاكون اكثر دقه لو حضرتك سمحت لي شؤون التسليح اللي احنا متخوفين شويه من اعلانها يعني وبنطالب بسريتها في دول اخرى مجاوره يمكن حتى مش سريه ولكن مش حقيقي في دول اخرى مش حقيقي يا جماعه بس خلينا ايه خلينا نثق في بعض يعني بلاش ده انا قلت بس من الاول يعني حضرتك تقبل التشاور خلينا نثق في بعض اولا اخذ راي اولي الاختصاص هتلاقيه في كل القوانين لانه المشرع ولا هو فقيه ولا هو عالم وبالتالي لازم ناخد راي اهل الاختصاص اهل لما بيتكلم في البنوك لازم يروح للبنك المركزي ياخد رايه لما بيتكلم في القضاء يروح للقضاء ياخد رايه لما بيتكلم في الصناعه لازم يكون اهل لانه انا بقول لك ممثل المنتخب ولا منتظر منه ولا متوقع منه انه يكون عالم او يكون فقير فلازم يرجع يسمع اهل الاختصاص برايهم طبعا هذه لما تيجي تتكلم في الجيش انت بتتكلم عن امن قومي صحيح وهتجد انه في كل دول العالم واحسبوها عليا وراجعوني بقول كل دول العالم دون استثناء لا يناقش ميزانيه الجيش علنا في المجالس نحن لا نطالب بمناقشات علنا حتى في العمر الى في امريكا انما حتى في لجنه الامن القومي ليه؟ لانه في ارقام حتى لو ما كناش بنتكلم عن تسليح وبتاع ودبابات وصواريخ وبتاع ومش مفروض ان هذه الارقام تنشر خصوصا في بلد زي مصر هي في موقع مهما كان جغرافي مختلف
اسمح لي الوزير، اعتقد ان الميزان العسكري واضح في المنطقه. طب من الباب اولى، هو واضح اوريدي. ايوه من الباب اولى انه يعني احاول انه احتاط وخفي وعي. انت تعرف يعني احنا كده بنعيد اختراع العجله. انت تعرف لو اي رقم يعلن، اي رقم يعلن عن ملأ وليكن رقم الامداد والتموين، اي واحد فني يقدر يستنتج منه عدد افراد القوات المسلحه على طول؟ ما عشان كده بقول لحضرتك الميزان العسكري واضح كويس. هو يعني هو غير قابل للتخبئه، هو بالفعل واضح للجميع. ولكن يعني هو مش دي النقطه اللي انا عايز اثيرها. اللي اقصده انه لو قلنا ان في البند 9 انه مناقشه شؤون الميزانيه المتعلقه بشؤون التسليح خاصه بالمجلس الاعلى، تمام البند العاشر اعتقد انه ببساطه شديده ممكن اتيح للجنه الامن القومي في مجلس الشعب او هي كان مسماها يعني انها تناقش الميزانيه، ولو اتفقنا ان ميزانيه التسليح تكون مفصله للمجلس الاعلى للقوات المسلحه. ممكن يعني اقول لكم حاجه، انت عارف انه حكايه جونشا مجلس امن مصري وطني قومي بتاع هذا المجلس موجود وفي قانون. تعرف مين اعضاء هذا المجلس بالاضافه الى اعضاء اسمه ده القوات المسلحه يعني الرئيس؟ بغض النظر عن رجال الجيش، في المفروض رئيس الجمهوريه، ورئيس الجمهوريه بتاعنا هيكون مدني ومنتخب في رب يكون مدني مش منتخب. ونبقى اتنين في رئيس مجلس الشعب، القانون الحالي طبعا القانون هيعادل يعني هيراجع، في رئيس مجلس الشعب وهو منتخب، وفي وزير الخارجيه وهو في حكومه منتخبه، وفي رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء ناتج عن عمليه انتخابيه ان شاء الله، وفي وزير الخارجية وفي وزير المالية. يعني هناك من يستطيع أن يراقب هذه الميزانية، ويمكن يضيف إلى هذا التشكيل أطراف أخرى. فالسؤال كنا عاوزين نبحث سؤال، ما نقولش نوديه مجلس الشعب أو نوديه لجنة، سؤال نحن نضم مجلس الشعب داخل هذه اللجنة. لا انما نبحث في تشكيل هذه المجلس الامن وحط فيه اللي انت عاوزه، انما بشكل يضمن الى حد كبير السريه. بس ايه الفكره؟ احنا مش ضد السريه. انا يعني زي ما بقول لحضرتك على الرغم من الاعلان، ولكن احنا غير ضد السريه. اللي اقصده يعني عشان بس لا اطير، يعني انه الطبيعي انه اللجان المتخصصه النوعيه داخل المجلس التشريعي هي التي تناقش الميزانيه، وليس المؤسسات التي تختص بميزانيتها. او ممكن يا فندم تعمل الجلسات السريه لو اتفقنا انه لجنه الامن القومي الطبيعي. انا ساعتك صح حضرت جلسات مجلس الشعب ان شاء الله المجلس المنتخب، ارجوك روح احضر جلسه مجلس الشعب وشوف لو كان هذه الجلسه تكون سريه. لا انا بتكلم في لجنه نوعيه او لجنه متخصصه تختص بالامن القومي، اعتقد انه من السهوله جدا سريتها او ضمان سريتها. دي نقطه بس نقاش ان احنا تشككنا الواضح في اداره العمليه الانتقاليه يخلينا لازم نناقشها ولازم نتمسك ان احنا نتكلم فيها تاني وتالت. شكرا. نتكلم دلوقتي يعني احنا عايزين نحسب الجدل ده، هل الوثيقه دي هتبقى ميزانيه وهتنزل في اعلان، ولا هي وثيقه استرشاديه؟ يعني مين اللي هيطبق الكلام ده كله بعد ما تقول؟ عايزين نفهم؟ انا مش واضحه لي يعني الوضع بصراحه. احنا بنتحاور حواليها، واللي بنتفق عليه هو اللي هيكون. يعني اللي هيكون ازاي هتبقى ازاي؟ هيتعمل اعلان دستوري؟ لا ما هو برضه اضعف مين القوه الوطنيه اللي هتقبل الكلام ده؟ هتوافقوا ازاي؟ هتطبقوا ازاي؟ لا يعني انت تطلع اعلان دستوري باعلان، ما هو المواد اللي موجوده هنا اغلبها مضمن في الاعلان الدستوري، فانت هتطلعها في اعلان دستوري تاني ازاي؟ بتوقيع المتوافقين عليها. اللي هيتوافق انا مش بقول ان في حد متوافق، انا مش بقول اللي دلوقتي اللي هيوافق عليها
دي فكره مطروحه، دي فكره حد من زملائك بالفعل طرحها، فكره طرحال دي فكره برضو ممكن تبقى مطروحه. يعني هي هدف الحوار ان احنا نوصل لاتفاق للشكل لطريقه صدورها لكل ده، يعني كل يعني ده جزء من حوارنا ان احنا نوصل لاتفاق ده يطلع ازاي، يعني ده جزء فعلا من الحوار المقصود بيه. في نفس الصف في حد عاوز يتكلم اللي وراه؟ فيش حد قبله؟ اتفضل. انا بصراحه المساله الاساسيه اللي عايز اوضحها، انا مش جاي ممثل للحزب، ان انا المساله عايز اوصلها ان انا علماني بالكليه ورافض الوثيقه برضه بالكليه، يعني لان في تسويق انا علماني تماما وبرفض الوثيقه او فكره ان هي تكون وثيقه تصدر تبقى فوق اراده الشعب. المساله اللي عايز اوصلها ان مش بس الاسلاميين اللي بيرفضوا كده، لا، في مجموعه كبيره جدا من الشباب وتوجهاتهم ليبراليه ويساريه ورافضين. ففكرة ان الموضوع له علاقه بالاسلاميين مش صحيح قوي. انا مهتم اكثر ان اتكلم بالفلسفه العامه اللي ليها علاقه بان الوثيقه دي هتحافظ في اعلان ولا لا. في الحقيقه اي اعلان دستوري ما تمش الاستفتاء عليه، يعني هو ده ما يخصناش، يعني كشعب ما لناش دعوه بيه، وهو ده المبدا العام. فلو هي هتبقى جنتلمان اجريمنت اظن راح يحل مشاكل كتير، وهيبقى ساعتها الموضوع خاضع للتوافقات السياسيه. الناس اللي مضت هتبقى ملتزمه قدام الشعب وقدام تحالفاتهم شخصيا، لكن فكره ان هي تتحط في اعلان دستوري وتطلع بدون استفتاء الشعب فتبقى لا تمثل الشعب. من المبادئ العامه الثانيه زي ما كلنا مهتمين بمدنيه الدوله ومجموعه من القيم، رغم ان المبدا العام ان لو الشعب توافق على اي شكل من اشكال الدوله ان هو يعمل فيدراليه، يعني لو الشعب فعلا توافق على كده هو حر. التساتير حتى المذكوره هنا بعضها في الجمهوريه البرلمانيه وبعضها في الجمهوريه الرئاسيه، فانا عاوز كل الموضوع لا ما كانش عندنا جمهوريه، كان عندنا ملكيه برلمانيه. ملكيه 54 ما هم صدرش. ما صدرش، تمام، اوكي. في المبادئ العامة بقى للدول بشكل عام واللي استقرت عليها الأعراف، إن مفيش حد غير منتخب بيأمر حد منتخب أو يبقى ليه سلطة أعلى من حد منتخب، فهو ده الجزء اللي إحنا متفقين بيه جدا في الميزانية. إن في النهاية خالص ممكن يبقى في مجلس الدفاع دوت اللي يكون فيه رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمهورية، المهم يبقى في كيانات منتخبة بتناقش بنود الميزانية. وبالطبيعة ان مثلا ميزانية النوادي وكده دي مش ما بتهددش الامن القومي، ومن يعني في جزء التسليح ممكن يبقى مختص، لكن انا الجزء الفني لاسرائيل كانت في الحرب في حرب 73 كان الارقام، اي ارقام حتى ليها علاقه عن التضامين فعلا السكر في البلد دوت كان دوت ليه معنى عند الاجهزه المخابراتيه. احنا مش عايزين نكشف دوت، بس في الاخر خالص احنا عايزين نتمسك بحق الكيانات المنتخبه في انها تناقش اقل بنود الميزانيه، وبالتالي النص اللي كان مكتوب في البدايه هو الادق اللي هو فكره البنود التفصيليه للميزانيه دوت ادق بكتير جدا من اللي احنا بنتكلم عليها لانسون كده. الفكره الثانيه فيما يخص يؤخذ راي القوات المسلحه برضو من المستقر في الاعراف بشكل عام، ان في النهايه خالص بيؤخذ راي المهنيين، لكن الكلمة الأخيرة بتبقى للرئيس المدني المنتخب. والكلام ده بالمناسبة حتى في العمليات، مش بس في دواعي الأمن القومي أو في غيره، يعني في الآخر خالص لو في رئيس أركان رئيس الجمهورية قال له اعمل كذا وهو اختلف معاه مهنيا وشاف إن دوت هيعرض الجيش للخطر، يبقى رئيس الأركان يا إما يتنحى عن المهمة يا إما ينفذها زي ما هي. ديت من المبادئ العامة اللي برضه المفروض تكون موجودة. وخلاصة كلامي كل ده في حدود إن دي وثيقة استرشادية ولا تصبح ملزمة بأي شكل من الأشكال ما لم يستفتى عليها. شكرا. في حد تاني ورا عاوز يتكلم؟ اتفضل. عمرو علي ممثل عن حركة شباب 6 جديد.
انا جاي اتكلم في فكره مبدأ الوثيقه بالكامل. احنا عصمنا في ميدان التحرير عصمنا 8 يوم حوالي 20 يوم المطالبه بوثيقه باعلان مبادئ دستوريه او مبادئ حاكمه للدستور، لكن تم افسادها لما تم ادخاله عليها من بنود خاصه بالجيش. بالتالي احنا رفضنا الوثيقه مره اخرى شكلا وموضوعا، متمسكين بالوثيقه اللي تم اعلانها في الازهر لانها اوقع، وشايفين ان تم اثاره جدل غير مبرر في الفتره الحاليه. محتاجين ان احنا نركز في الانتخابات. كان اوقع النقاش يكون حول القوى السياسيه حوالين تامين العمليه الانتخابيه وما خلافه، لكن في النهايه انا جيت علشان اقول موقف الحركه من الوثيقه. شكرا. شكرا. اتفضل. الحقيقه انا لسه ما اقدرش افوت اللي اتقال ده من غير ما اعرض. الحقيقه احنا الانتخابات فعلا مهمه جدا. الانتخابات لانتخاب مجلس الشعب. والوظيفه الاولى لهذا المجلس هو انتخاب جمعيه اساسيه لوضع الدستور. وانا الحقيقه مش شايف اطلاقا حوار النخب السياسيه والحركات السياسيه والاحزاب حول موقفها من الدستور. وطرح هذه الورقه اعتقد انه يفتح الباب للحوار حول الدستور اللي هو هيحكمنا جميعا، اللي هو رايحين احنا الانتخابات اللي سعادتك عارفه تفضل لها لننتخب مجلس الشعب، هينتخب جمعيه تاسيسيه هتضع دستور. يعني انا اعتقد انه وضع معايير انتخاب واختيار اعضاء الجمعيه التاسيسيه على طاوله المناقشه وعلى بساط الحوار اعتقد انه واجب على 6 ابريل، واجب على كل الاحزاب المصريه وكل النخب المصريه، ويجب ان نتحاور على الدستور وبنود الدستور لانه هو ده اللي مطروح مش اي حاجه ثانيه. تفضل. معلش العاده بس في نقطه قصادت بعد ما انا اتكلمت، هي نقطه ان الوثيقه هتبقى استرشاديه. لو الوثيقه زي ما احنا ممكن ثلاث ارباعنا موافق ان هي تبقى استرشاديه، طيب بالنسبه لمعايير تشكيل الدستور، معايير تشكيل اللجنه الجمعيه الاعلان الدستوري ما طلعش قال مجلس الشعب هيطلع يعمل لنا لجنه لتاسيس المجلس، بس ما قالش معايير فعلا. ولو احنا قلنا دي استرشاديه وجنتلمان اجريمنت كلنا موافقين عليها، بس لو في قوه ما مضتش على الوثيقه او ما مضتش على الاسترشاد وهي القوه اللي هتبقى الاغلبيه، يبقى ايه الموقف؟ ايه الخطه البديله؟ او ايه اللي المجلس يكون هيجوا ازاي؟ هتقول استرشاديه وقيمتها ايه ولو ما تخزلناش فيها؟ ما هي محرمه مش عارف ارد عليك. لا احنا لا احنا الحكومه لا تسعى لفرض وثيقه على القوى السياسيه. احنا طرحين الموضوع للحوار بما في الاليات نفسها، يعني احنا فاتحين والورقتين منفصلين لان كل شيء ممكن يمشي في مسار مختلف. يعني المعايير او المبادئ الاساسيه شيء، وقواعد اختيار او معايير اختيار الجمعيه التاسيسيه ممكن تبقى شيء تاني. اتفضل. لا خلص بس انت خلصت ولا خلاص؟ خليكم انتوا الاثنين مع بعض. الغريب في الموضوع انه هذه الدعوات من الدكتور علي السلمي ومن حضراتكم جايه من الحكومه. أي. ان احنا نقعد نناقش الكلام ده. تمام. دون ان يكون لدى الحكومه تصور عن نهايه هذه الحوارات. لا يعني انا داعي الناس لانها تيجي تناقش معايا مبادئ دستوريه وانا مش عارف اذا كنت هبقى ملزم بيها ليهم ولا لا. مش عارف ايه؟ ما فيش حاجه غريبه ابدا. اولا ارجع ما فيش حاجه غريبه ابدا، ما غريب الا الشيطان. مش بينا الحمد لله. كده برضه. اولا ارجع واقول الذي بدأ هذه الوثيقه هو الدكتور علي السلمي الذي سطر حروفها الاولى قبل ان يدخل الوزاره باخر.
يبقى اذا مش نمرة اثنين، المطلوب اللي خلانا نتحمس ومش كحكومة كأفراد مهتمين بالشأن العام معنيين بالشأن العام إنه نطرح هذه الوثيقة لأنها بتتكلم وتتحدث على أهم نقط يجب أن نتحاور حولها في هذه المرحلة. وعشان كده أصليت أرد على ممثل 6 أبريل اللي كأنه كان بيقول لنا ما تعطلوناش خلينا نشتغل في الانتخابات. لا، هو ده لازم كلنا نشتغل فيه، لازم نتفق الدستور اللي جاي هيكون شكله ايه، مصر اللي جايه شكلها ايه. واحسن طريقه، وكانت بدايه الكلام بين جميع الاحزاب وجميع اطراف الجماعه الوطنيه المصريه، انه يجب ان نتوحد لدرجه انه في بدايه الكلام عن الانتخابات كان انه خلينا نخش متوافقين في هذه الانتخابات ونشكل مجلس متوافق يضع الدستور يكون محل توافق الجميع. لما العمليه تشكلت كله رايح من ناحيته، كله بيهاجم، كله بنحاول نلم الامور، خلينا نتوافق يا جماعه. دكتور منير انا اسف، استمرار هذه الجلسات دون وضوح اليه التوافق على هذه الاوراق يزيد حاله الصراع والجدل السياسي اللي ممكن في الاخر اذا قلنا من دلوقتي انه هذه الوثيقه غير ملزمه ينهيها تماما. لان الاطراف حتى اللي رافضه بتطلب انه اي وثيقه تطلع تبقى استرشاديه مش ملزمه. انت عاوز ايه؟ هو اللي انا بقول لحضرتك احنا عايزين وضوح في المساله. انت عاوز يقال من الان سواء من الدكتور علي السلمي او من الحكومه اللي بتدعو لمناقشه هذه الاوراق انه هذه الوثيقه ايا كانت النتيجه اللي هتوصل ليها استرشاديه فقط. احنا عاوزين نوصل لاتفاق بين اكبر عدد من القوى السياسيه او من كل القوى السياسيه على شكل نتفق عليه جميعا. هو ده بقى الكلام السياسي. ما انا سياسي، ما انا سياسي. لا ما هوش كلام سياسي. دي فكره، ما احنا ما هو ده ما كويس كويس، ما احنا الحوار انت طرحت فكره وحد من زملائك برضو ايدها فكره الاستفتاء. دي فكره ممكن تبقى شكل من الاشكال اللي نوصل. طبعا لا هو مش طرف، لا في فرق بين رعايته للوثيقه وبين ان هو يوقع عليها. كويس ماشي، كل ما احنا بنسمع بعض عشان نوصل لاتفاق. يعني مش ممثلين للشعب او ممثلين، طب بس انت هتسمع الشعب. يعني ما فكره الاستفتاء فكره برضو. انا عارف ما. طب يخلص طب بس الراجل معاه الميكروفون يخلص وبعدين الاستاذ طالب الكلمه وبعدين انت صاحبي. نقطة التخطيط ونقطة البلانينج اللي قدامك. لو احنا بنتكلم على اللوحة استرشادية زي ما هرجع تاني واقول احنا مش معترضين استرشادية، بس محتاجين آلية البيت واحد دول هيجوا ازاي. الإعلان الدستوري طلع مبهم ومبني للمجهول من غير أي تفصيلة تماما. احنا محتاجين يا إما يبقى في حوار شعبي أو في حوار قوى سياسية نتفق على ال100 واحد هيجوا ازاي. لو احنا قلنا دي استرشادية، لو دي استرشادية، لو احنا قلنا استرشادية في سيناريو طالع ان في قوى سياسيه مش تمضي عليها، لو قوى سياسيه دي ما مضتش عليها يبقى مش ملزمه ليها، ولو هي جت بالاغلبيه يبقى احنا قلنا الكلام ده ملوش اي لازمه سوري. بس محتاجين ان احنا نحط اليه تفرض على الكل ال100 دول هيجوا ازاي. بس بس على نقطه التخطيط واضح طبعا. لا واصله الفكره، اتفضل. لا وبعدين من هنا الحقيقه في نقطه في الجدل السياسي
معتمر امين من حمله امن الثقافه. في جمله مهمه موجوده دلوقتي، الوثيقه دي بقت عباره عن كره متنازع عليها بين اطراف داخل الانتخابات كمان اسبوع او 10 ايام، وانتقلت الى بقت بالونه اختبار عشان المجلس العسكري يشوف اذا كان الاخوان عايزين يقبلوا البنود اللي حاططها هنا قبل ما القطر بتاع الانتخابات يدوسنا كلنا. يعني فاحنا النهارده ما هو حقيقي في قطار داخل عليه، وبالتالي المقصود اذا كنا عايزين نحتشد ورا الوثيقه يبقى انا دلوقتي دوري اعمل ايه عشان احتشد وراها. اذا كان القوه الثوريه منها 6 ابريل مثلا عندها اعتراض لانه ما حدش وقف معاها النهارده، ممكن تيجي تتخانق معايا وانا عامل وثيقه فيها مطالب بتاعتها كمان، وكان فين جماعه الوطن التغيير وفين الدكتور البرادعي وفين وثيقه الازهر، ما في حاجات مشتركه كتير. طب انا لو عايز احتشد وراها التوقيت ماشي غلط، لكن اعتقد ان لو شلنا البنود المختصه بالمجلس العلاقات المسلحه ومناقشات الميزانيه وغيره من المبادئ اللي هي واضح ان ما فيش توافق عليه، كل الناس هتحتشد وراها. انما احنا عندنا انذار من الاخوان المسلمين ان خلال 72 ساعه من امبارح اذا ده ما اتسحبش فاحنا داخلين على جمعه فيها مليونيه ومش عارف ايه وكلام، هيحتشد وهيطلع وهيقف وهنضطر نسحب الوثيقه من غير ما يبقى ليها قيمه. يبقى احنا ما عملناش حاجه، يعني قعدنا اتكلمنا مع بعض سمعنا بعض، انما فهناك من يتهم اللي قاعدين دول ان انتوا نخبه واللي قاعدين دول انتوا منفصلين واللي هناك هو اللي معاه الاغلبيه وهو اللي معاه كل حاجه. يعني وبالتالي مش ممكن اكون شايف نفسي داخل على خطر وافضل ساكت، يعني وما اقدرش اقول للشعب انا هدي لك حاجه اعلى من اللي انت اخترتها. ادعى على اعتبار ان هو كان يعني حتى قال كلمته في الاستفتاء واخذ بيه، ان هو من لم يقل في العالم السوري هذا الكلام، بس ما علينا من ده. النهارده عشان انجح الوثيقه اعتقد ان بند 19 دول لو اتشالوا او اتعمل لهم اعاده صياغه هنضمن على الاقل سرعه في انه يحتشد الناس خلفها، لانه وده حوار سياسي مش حوار قانوني، يعني ده حوار سياسي في الاساس. نتيجه الجمعه القادمه ممكن تعمل باك فاير على اللي نادى عليها اساسا. لو انا ما عنديش اللي استقبل بيه ده هيبقى ادائي زي مصيبه ماسبيرو، يعني قاعد الدنيا بتولع وانا قاعد باخد الغلط كله على نفسي وعلى سمعتي وعلى حسابي وما بعملش حاجه. شكرا. اقتراح ان احنا نشيل الماده 9 والماده 10 او نعيد صياغتهم ثم ندعو القوى الوطنيه بالكامل انه تعال عندنا. يعني مثلا على سبيل المثال الدكتور ممدوح حمزه المجلس انا فاهم انا اقصد هيستطيع ان يحشد اكتر لو عندي ده، لكن لا يمكن الناس هتعرف تحتشد وتجتمع على ماده 9 و10 موجودين. شكرا. اتفضل. خلاص ما هو ادي 1 2 3 يعني بس اللي بيتكلم يعني الحاجات اللي عليها لغط هنا ما هو كلهم اتكلم حاجات عليها لغط هنا 9 و10 احنا نقول نلغيهم خالص من الوثيقه ماشي ويناقشوا في البرلمان القادم ماشي والنبع البرلمان هو اللي يتصرف فيهم ماشي انت ده كده اساسا يبقى حل والبرلمان هو اللي البرلمان يمثل الشعب هو اللي يقول كلمته في البنود اللي عليها ايه خلاف مشاكل كتيره ديت ماشي والناس كتير بتعترض عليهم في الشارع وكده ففي فعلا كتير بيعترض عليهم فاحنا نريح دماغنا ونشيل الوثيقه ونسيب البرلمان هو اللي يحكم فيه. شكرا. اتفضل. 6 ابريل ما رسمتش رفض الوثيقه علشان خاطر الناس ما حشدتش معاها في 8 يونيو فاحنا بنقول خلاص ما جبتوش معانا احنا مش هنجيبه معانا. لا ده مش طبيعي شغل 6 ابريل خالص. احنا رفضنا الوثيقه وثيقه الدكتور علي السيلي لان شايفين ان وجودها في الوقت ده هو غير مبرر، بالتالي رفضنا ليها هو رفض لموقف قد يصير بلبله قبل الانتخابات. ده كل موقفنا من الوثيقه. وقلت ان احنا قلنا ان احنا شايفين ان وثيقه الازهر هي وثيقه مرضيه ارضت جميع الاطراف والغالبيه تم التوافق عليها. بالنسبه للموقف الثاني اللي حابب ان انا اوضحه ان احنا بنقول ان لما طلبنا وثيقه مبادئ حاكمه للدستور هي مبادئ حاكمه لصياغه الدستور. فاحنا شايفين ان مفيش علاقه للبنود اللي تم اختصاص الجيش بيها بالمبادئ الحاكمه للدستور. احنا عايزين نعمل دستور فيه بنود 1 2 3 4 مال بقى ميزانيه الجيش المبادئ اللي هتحكم صياغه الدستور. فشايفين تم فيها حاجات
الاجتهاد تم واقحمه. احنا رفضنا ده في البدايه، لكن رفضنا الوثيقه لاعلان رفضنا لموقف معين وموقف اظهاره في هذا التوقيت. شكرا. شكرا، تفضل. اخر هو وبعدين ده وخلاص، اتفضل. انا عمرو عز، عضو في حركه سياسه تغيير الجبهه الديمقراطيه، وعضو مكتب التنفيذي للاتحاد الشعبي للثوره، ومرشح في انتخابات مجلس الشعب القادم. دايره المبنى ده بقى العضو. يعني الوثيقه اولا المشكله الرئيسيه اللي احنا حسينا انها قبل ما تطرح بالشكل دوت كان في استبعاد الشباب من مناقشه حتى البنود. يعني اذا كنا بنتكلم على وثيقه مطروحه للمناقشه، احنا حسينا من طريقه الطرح بتاعتها انها مش مطروحه للمناقشه، انها طرح شايف فيه بعض القوى السياسيه وبعض القوى السياسيه الاخرى ما شكلتش في وضع حتى الطرح ده. شايف ان البند 9 و10 هم اللي عليهم لقب وعليهم كلام كتير في الشارع، وبصراحه الناس حاسه ان فيها مجامله من الحكومه للمجلس العسكري، وفي يعني كفايه جمله مجامله. لكن اعتقد ان التوقيت بالرغم ان هو اتاخر جدا، لكن كان ضروري ان يبقى فيه ورق وفي كلام نقدر نتوافق عليه في الوقت دوت، على الاقل عشان ما نجيش بعد ما تعمل الانتخابات ونبتدي نقعد نحط ورق زي ده، يبقى في استحاله ان الورق ده او المبادئ دي تتحط بعد ما يبقى في مجلس الشعب. انا شايف ان المشكله الرئيسيه البند 9 و10، واحنا عندنا مناقشه النهارده في ائتلاف شباب الثوره، واعتقد ان النقاش هيدور في الاتجاه ده. يعني ان لو الوثيقه اتشال منها البند 9 و10 او تم تعديلهم بما يضمن ان ما يبقاش فيه اي حد فوق السلطه منتخبه او اي حد، اصل يعني صعب جدا يبقى فيه عندي سلطه منتخبه ويبقى فيه سلطه لحد اعلى منها، دي حاجه مش موجوده في اي ديمقراطيه في العالم. واعتقد ان لو كانت قوى الثوره هي اللي كانت موجوده في الحكم فده كان ممكن هو اللي هيديها الشرعيه الوحيده في الوضع ده. فهم البند 9 و10 هم اللي في توافق ان هم لو اتشال او تعدلوا بشكل بما يرضي الناس، اعتقد ان الموسيقى مش هيبقى فيها مشاكل. واتمنى يعني ان دوت يحصل عشان اذا كنا عاوزين نعمل توافق على الموسيقى. طب يا ريت لو اللي تنتهوا ليه ابعتوه لنا. حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالنسبه لاصدار الوثيقه يعني في توافق كامل بالنسبه لكل البنود ما عدا البند 9 و10، فهل الموضوع اجباري ان الموضوع يقبل بما فيه البند 9 و10؟ مفيش اي حاجه اجباري. انا بكلم يعني الاختيار لو البندين دول اتشالوا، يعني احنا لو ما عندناش الفرصه دي هنفقد فرصه هائله جدا ان احنا نعمل توافق شعبي. لو الموضوع ده لا يمس، يعني بقيت كل البنود لا تمس، لو ال 9 وال 10 اتشال فدي فرصه مش المفروض ان احنا نضيعها في الوقت ده بالذات. بالنسبه لمعايير تشكيل الجمعيه التاسيسيه في البند، بالنسبه نسبة الشباب يجب أن يكون من بين أعضاء الجمعية التأسيسية 10 سيدات على الأقل. نتمنى أن الموضوع ده يعني المرأة مشاركتها في الثورة ومشاركتها في كل الحياة السياسية بداية من بعد الثورة الموضوع عمال يتناقص، رغم أن هي موجودة على كل القطاعات ولا ينقصها شيء، سواء في الوزارة، سواء في لجنة التعديلات الدستورية، سواء في لجنة التشكيل. نتمنى أن 10 سيدات النسبة دي تزيد. وبالنسبة للشباب ان يكون نسبتهم مقارنة بكثافتهم السكانية حاليا، يعني نسبة الشباب تزيد ونسبة السيدات ممكن نخليها بنفس نسبة وجودهم في. كنت عايز اسأل القوى الإسلامية هل كانت موافقة على الوثيقة على المبادئ القوى الدستورية أثناء مشاوراتها مع الأزهر ومع مجلس الوزراء، لأن هم كانوا موجودين من ساعة المشاورات على الوثيقة دي، وحاليا هم بيرفضوها زي في حاجات كتير قوي كانوا موافقين عليها وبعد كده بيطلعوا ينقضوها. هل الوثيقه دي حصل مشاورات ما بين التيار الاسلامي وما بين مجلس الوزراء؟ هي مش فوق دستوريه، برضو بناكد ما فيش حاجه اسمها فوق دستوريه، هي مبادئ حاكمه او مبادئ استرشاديه، لكن مش ما فيش حاجه فوق لا مش فكره مش ملزمه، ما فيش حاجه فوق دستوريه، يعني ما بنسميهاش يعني مبادئ، يعني احنا بنسميها المبادئ الاساسيه لدستور الدوله المصريه. يعني ملزمه بغض النظر عن اللفظ، يعني هي ملزمه. هم شاركوا في مراحل ولم يشاركوا في مراحل اخرى. بس انت وجه السؤال ليهم هم برضو، يعني انا مش يعني مش مفاوض اجيب عن هم شاركوا في مراحل من الحوار. لا 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 معلش خلينا لا
لا يعني معلش انا ما مش مؤمن مش هم شاركوا في مراحل ووافقوا على حاجات وشاركوا في تعديل حاجات. طب قبل خروجها ليه ما حصلش مشاورات ما بين القوى دي بدل الموقف اللي احنا فيه دلوقتي؟ احنا بنتشاور مع كل الناس وبندعو كل الناس للحوار وكل الاطراف دائما احنا فاتحين الجسور معاها وبنتشاور معاها. ويعني بدعوكم ان شاء الله يوم الثلاث القادم في المجلس الاعلى للثقافه قاعة المؤتمرات في الدور الثالث، والعدد زي ما قلت لكم في حدود 100-110 شخص. طيب أتمنى بس يكون في عدد وزراء يناسب العدد ال 100 ده. مفيش 100 وزير. بس يعني هنحاول يكون في أكبر عدد من الزملاء. هو جاي من اسطنبول على هنا لسه. أنا رجعت بدري امبارح.